وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله. صلوا على محمد وآل محمد. يلا على جميع الأنصات واهدوا رجال رجال الانصات والهدوء. سئل الراحل محمد مهدي الجواهري لماذا تقول كلمة عراق بضم العين فتقولها عراق، فقال لا يعز على الجواهري أن يكسر عين العراق. لنقف سوية للاستماع لأجل العراق النشيد الوطني وقوفا. والنجاة والهناء والرجاء في نور.
سورة الفاتحة وقوف الرجال لأجل شهداء العراق. الفاتحة لأجل شهداء العراق بدون كلام رجال. شكرا جزيلا. أستميحك عذرا أيتها المنصة، دعيني أخاطب معشوقي الأبدي. دائما ما ترتئي خواطري أن تظهر ما يجول في خلجات قلبي من عشق ووله وتودد للحبيب الذي رافق مخيلتي طوال عمري. يا حبيبي أنت خلاصة شعري ووردة كل الحريات، يكفي أن أتهجى اسمك حتى أصبح ملك الشعر وفرعون الكلمات. يكفي أن أعشقك حتى أدخل في كتب التاريخ وترفع من أجلي الرايات. الحب جحيم يطاق، والحياة بدون حبك لا تطاق. حبك في القنوط والتمني، لأني منك صرت وصرت مني. حبك يا آية فرحي وحزني، يا من كنت ولا زلت بك أغني. إذا انحنت الحروف خجلة أمامك فكلي أنا أمامك أنحني. يا بسمة عشق ونفحة صدق، يا بسمة كل سنيني، حنيني إليك يا حبيبي في كل لحظة يكون إليك حنيني. أستنشق اسمك وليس بعد الاستنشاق زفير يأتيني، لأنك تسري في كل قطرة دم وداخل شراييني. يا وطني يا وطني، وهل يحلو الغزل وهل يحلو الغزل والعشق بدونك يا وطني. تقف إجلالا كل حضارات العالم أمام حضاراتك، وتنحني كل مقدسات العالم أمام مقدساتك. يا دجلة يا فرات، يا دمعتي حزن نزلت على خديك من أجل اليتامى والمرملات. يا وطني ما زلت، يا وطني ما زلت تغفو على أزيز الرصاص وعلى شجوني وأنيني روايات كل قاص. يا وطني ما زلت مقدسا بالنصوص، لكنك مكدس باللصوص. سأقفو باتجاهك وأصلي صلاة العشق وأتلو قافية الوزن. يا عراق يا عراق، يا من أذهلت كل العقول، يا من موقعك في الأعراب فاعل وليس مفعول. يا وطني ما أنا إلا عاشق، والهان ما زال فيك وقد كان. بظلك نعيش وبدفئك نرى الحنان. يا وطني ما أنا إلا محاولة أن أتغنى بدجلة والفرات وبالقبب والمنارات وبالكنائس والحضارات. منك تعلم البشر القراءة والكتابة. يا عراق الأنبياء، يا عراق الأنبياء والأولياء والصحابة. العافك ما يثمنك، ذق وراح أصوات، والعايش بظلك ما يشوف الذل. أحبتي أما الآن كلمة الممثل الحوزوي الشيخ ناجي الخفاجي، يتفضل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
هازم الكفر ومبيد الظالمين والفاسدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سادة الحضور، مع حفظ المقامات لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأقرأ على حضراتكم وأرجو الإنصات كلمة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد الزعيم الوطني العراقي مقتدى الصدر، فلأجل نصرة الإصلاح وراعي الإصلاح لأجل العراق وأهل العراق، قولوا معي رجاء نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، كلا كلا للفاسد، كلا كلا للفاسد، شعار جمعنا به مقتدى الصدر بين الإسلامي والعلماني والشيوعي، وعبرت تلك الشعارات كل عناوين الطائفية والتحزب، شعار جعله خيمة لنا جميعا، وهو شعار العراق نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. أتمنى عليكم جميعا، أتمنى عليكم جميعا وأنتم كلكم في دائرة الإصلاح وتحت خيمة الإصلاح، وإن أخوتي من الأساتذة المرشحين في تحالف سائرون كلهم تحت دائرة، كلهم في دائرة الإصلاح وتحت خيمة الإصلاح، فليكن شعارنا مختلف في هذا اليوم جميعا، لا نهتف لأي شخص بل نهتف لأجل العراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، دعما وتأييدا، دعما وتأييدا لراعي الإصلاح، نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح، حتى نوقظ مضاجعهم، كلا كلا للفاسد، كلمة سماحة حجة الإسلام والمسلمين أقرأها عليكم. ليس من المعيب أن ندقق بتأريخنا أو نفتخر به، إلا إن من المعيب التركيز على الماضي ونسيان المستقبل. نعم، إن التوكل على الله يعطيك الأمل بمستقبل زاهر، لكن التوكل غالباً ما يحتاج إلى عمل دؤوب وفعال لكي تصيغ مستقبل زاهر. فمن ماضينا المشرق، وإن لم يكن حاضراً جيداً، يمكننا أن نخطط لمستقبل أفضل، ولا ينبغي أن ننظر إلى المستقبل بأفق شخصي، والبناء للفرد دونما أن ننظر للمستقبل الجمعي أو المجتمعي إنجاز التعبير. وهنا وأنا هنا أنظر طرفة عين لمستقبل الخاص على الإطلاق، لا سيما الدنيوي منه، وأنا هنا لم أنظر طرفة عين لمستقبل الخاص على الإطلاق لا سيما الدنيوي منه. فنحن آل الصدر، فنحن آل الصدر، معروف عنا أننا لسنا من المعمرين ولا ممن نتصف بطول العمر، وخصوصاً إن أغلبنا قد خاض غمار المرجعية. نعم، وهذا ما شاهدناه فيكم يا آل الصدر، فنعم نعم للعراق، أعيدها وأطلب إنصاتكم حباً وكرامة لراعي الإصلاح وكلمته، لبيك لبيك يا قائد، أرجو الهدوء رجاءً، فإنها كلمة زعيم الوطني السيد مقتدى الصدر، فاسمعوها جزاكم الله خير جزاء المحسنين. فنحن آل الصدر، معروف عنا إننا لسنا من المعمرين ولا ممن نتصف بطول العمر،
وخصوصا ان اغلبنا قد خاض غمار المرجعيه والقياده المجتمعيه والسياسيه لاجل الفقراء والمظلومين، وهذا من مسببات ما قلناه. اذن فلست هنا لاؤسس لمستقبل لي او لعائلتي، بل جل ما اريد ان اقوله انني قلق بشان مستقبل العراق ومستقبل الاجيال الحاليه، لا سيما اطفالنا وشبابنا الذين ترعرعوا ونشأوا في بحبوحه الحروب والقتال والصراعات الفئويه والطائفيه وما شابه ذلك. لذا ادعو الجيل الصاعد ذوي الامال الكبيره والعقول النيره والمتحرره ممن لا يحبذون العنف ولا التفسخ ولا يريدون جعل العراق قندهارا ولا جعله شيكاغو، ومن ذوي الانصاف والاعتدال الوسطي الراقي واصحاب الحس الوطني المتلألئ ومن ذوي الحب المتجذر للعراق واهله، ذلك الجيل المتعلم والجيل المتحضر. فنحن لا نريد لهم حقبة كالحقبة التي عشناها، بل نريد لهم مستقبل يبنونه بجهودهم ويخطونه بأناملهم ويخططون له بعقولهم، ولسنا إلا عمالا نبني لهم كما يشاءون. وكما ورد عن أمين الله علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فهلموا يا فتيان العراق وفتياته، ويا شباب العراق وشاباته، ويا رجال العراق ونسائه، هلموا يا ريعان مستقبل العراق ومستهله، ويا طليعة المستقبل ونظارته إلى إنقاذ العراق من خلال صناديق الاقتراع التي سقيت بدماء أبنائكم وآبائكم وأمهاتكم وأجدادكم وأحبائكم وعشائركم. فماذا سنجيب راعي الإصلاح؟ نعم نعم للعراق، أرادها أن تكون مليونية إصلاحية انتخابية، وهذا الصوت يجب أن يهتز له جدران هذه القاعة. نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، صوت الإصلاح، صوت الإصلاح والمصلحين يعلو ولا يعلى عليه. وإننا نقول للفاسدين أن لنا في النجف علم اسمه الإصلاح، كلما اجتهدتم لطمسه فما ازداد إلا علوا وارتفاعا. نعم نعم للعراق، اسمعوها جيدا. إن البعض يقول إن خطاب مدرسة الشهيدين الصدرين خطابا محلي، لا وعلف لا، بل إن خطابهم خطابا أممي، وإن هنالك رجال في أصلاب الرجال وفي بطون الأمهات ستخرج وتقف مع مقتدى الصدر. نعم نعم للعراق، أعيدوها حتى يهتز جدران هذا المكان مرة ثانية، ونسمع آذان كل فاسد أن للإصلاح صولة سوف تفجع مضاجعكم. نعم نعم للإصلاح، هلموا يا بناة العراق وبذرته الصالحة إلى مشروع إصلاحي مليوني نزيح من خلاله الكل فاسد وكل ظالم يريد النيل منكم أو من ماضيكم أو حاضركم أو مستقبلكم. هلموا يا نساء العراق إلى مناصرة العراق، ولا سيما وإنتن أمهات المستقبل ونواته، بل أنتن جواهر العراق ولآله الوضاء التي ترصع بمستقبل العراق بالعفة. هلموا يدا بيد لنؤسس لبنة العراق الأولى بأيديكم الشابة الطموحة للخير والسلام الآمل للحضارة والتكنولوجيا من خلال مشروعكم الديمقراطي مليوني إصلاحي، لنبعد كل دكتاتور يريد فرض سيطرته وازدياد سطوته. ثم اعلموا
ثم اعلموا يا فتيان العراق وفتياته إنه ليس أمامكم إلا أن تتكاملوا علمياً وثقافياً من خلال مدارسكم وجامعاتكم ومؤسساتكم وصروحكم العلمية كافة أولاً، ثم عليكم أن تتضافروا من خلال جعل مستقبلكم فلا يغرونكم بوعود زائفة ثم يتسلطوا عليكم فيهمشونكم ويقصونكم وأنتم من يستحق الأخذ بزمام الأمور، فلا نريد أن نكون حطباً لنار سياساتهم وطائفيتهم فيتسلقوا على دمائكم، ولتكونوا بين قتيل وشهيد ليتربعوا على كراسيهم العفنة التي ما فتأت تتغافل عن آمالكم ومطالبكم وحقوقكم، فخذوا وانتبهوا وإلا فات الأوان، فيا صدر يا راعي الإصلاح إننا منتبهون وإن دائرة الإصلاح ومن فيها وتحالف سائرون هم أيضاً منتبهون، وشعارهم كان وما زال وسيبقى كلا كلا للفاسد. كلا كلا للفاسد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوم يهوك يا شعار الإنصات والهدوء رجان على النهج لعراق خالي من الفساد عازمون، ولنشر العدل بعيدا عن كل طائفي ماضون، لعراق واحد بهمم الرجال نبليك يا وطني بفعل لا أقوال، بهمم رجالك سنقلع الفاسدون، نمضي ونمضي بائتلاف اسمه سائرون. أما الآن أحبتي كلمة التحالف، تحالف سائرون يلقيها على ما سمعكم الأستاذ الحقوقي نبيل الساري، يتفضل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلنا بقد حكينا، انتخينا احنا واجينا، فعلنا بقد حكينا لجل الإصلاح لجل وحدة شعبنا، سنة شيعة وكردنا ويعربنا، كل الأطياف قلب واحد قلبنا على الفساد، غدا نعلن حربنا. العراق بعيد أمينا، العراق بعيد أمينا، سائرون الوطن احنا ويادة، سائرون نرجع احنا مجادة، سائرون الوطن احنا ويادة، سائرون نرجع احنا نجادة. هاي 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 لعب بها السياسي، هاي 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 شعب يلعب اساسي، هاي 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 لعب بها السياسي، شعب يلعب أساسي، باجر الناس
بس بقها شيل هالقاح على الباق وندقها هاي الارواح بدين اللي خلقها نطيح اهل الكراسي نطيح اهل الكراسي سائرون الوطن احنا ولاده سائرون نرجع احنا مجاده سائرون الوطن احنا ولاده سائرون نرجع احنا مجاده هاي 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 نفرح قلوبهن قلوبهن يرد راضي زعلنا سمعوا يا ناس اذا نسكت حسافه ترى الفساد مثل داعش خرافه الوطن مجروح على دينه يتشافه ويرجع الخير نرد كنا انتصافه ونرد اخوان كنا وسار بركبه الوطنيون الشجعان فإذا العراق يقف شامخا عن جيل من المقاومة والرفض لا شرقي ولا غربي وإذ به يطل على العالم بحركة إصلاحية هي الأولى من نوعها في تجربة لم تعهدها المنطقة والعالم مثيلا حيث اجتمع العراقيون بكل مشاربهم وعقائدهم وأديانهم اجتمعوا على حب الوطن وقطع الطريق على التدخلات الخارجية ومن حين أعلن الزعيم العراقي مقتدى الصدر دعمه لمشروع وطني وكتلة وطنية عابرة للطائفية وضد المحاصصة متآلفة مع الاتجاهات لها تقلها في الشارع العراقي وتجربتها الوطنية ومن ذلك الحين اختط العراق خطواته السياسية في طريق السيادة والرقي والتقدم وبدأت بذلك صفحة وضاءة في تاريخ العراق كانت مقدمتها مسيرة إصلاحية طويلة قطعناها سوية لمحاربة وكشف الفاسدين ولنصرة العراق وشعبه تلك المسيرة التي
لن تتوقف أبدا، والتي قاسينا خلالها مرارة التصدي وذقنا جور الفاسدين الهادفة إلى التغيير الاجتماعي أولا والسياسي ثانيا. واليوم ونحن على أبواب ممارسة ديمقراطية تحقق لنا التغيير المنشود وتعيد للعراق مده ومكانته وللعراقيين حقوقهم وهيبتهم، ومع وجود قوى وطنية وشخصيات من التكنوقراط المستقلة المهنية المخلص، وفي هذه النقطة الحساسة الحاسمة من مسيرتنا حيث يقف وطننا على مفترق طرق قد يدفع به إلى هاوية أكبر وأعمق وأدهى من كل ما جرى عليه، شددنا وإياكم العزم على مناصرة الإصلاح، وكانت سائرون أملاً في لم الشمل وتوحيد المواقف وفتح باب التقدم والإزدهار ومحاسبة المفسدين واسترداد الأموال التي نهبوها. ولن يتحقق هذا الهدف إلا بمليونية إصلاحية انتخابية يهب فيها الشعب إلى صناديق الاقتراع ليقول كلمته نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح، كلا كلا للفساد والتبعية، فإن الانتخابات إنما وجدت للتغيير. وبقي علينا وعليكم ألا نضيع أي فرصة أو دقيقة من الأيام القليلة القادمة بأن نثقف ونحشد ونحذر من مغبة اختيار الوجوه الفاسدة، ونؤكد أن المجرب الفاشل والفاسد لا يجرب بأي حال، فبمقدار ما نجتهد في التوضيح وإيصال فكرة التغيير للمجتمع بمقدار ما نجني مكاسب أكبر للعراق والشعب. فلا بد أن نضع حداً لمسلسل سرقة الثروات وتبديدها وإراقة الدم العراقي، ولن يكون العراق حديقة خلفية لدول الإقليم أو كرة في الملعب الدولي تتقاذفها مصالح الاستعمار. انتهت عهود الوصايا والتلاعب بمقدرات البلاد، وبدء عهود المسيرة الشعبية الوطنية الآخذة بزمام الحكم والقرار. من هنا من العراق سائرون للتغيير، سائرون للإصلاح، سائرون بمليونية إصلاحية انتخابية تطيح بالفاسدين وتعلي المصلحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً طبعاً رايح من أجل التغيير مو قدك، طبعاً طبعاً بس دولك للحق والخير طيبين وداعك شيباتك، رايح للهمهم مرضاتك، رايح للهمهم مرضاتك، دول هن سائرون، دول هن سائرون. آه 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 آه. لازم ندعم هاي الوادم حتى نعوض كل الفات، نعيد الخير لأصحابك، ونرد للوطن الخيرات. ملينا وملت دنيانا من هاي الناس التعبانة، ملينا وملت دنيانا من هاي الناس التعبانة، دول هن سائرون.
كبير مو قدك طبعا طبعا بس دولك بالحج والخير طيبين وداعت شباتك رايح للهم هم مرضاتك رايح للهم هم مرضاتك دول هن سائرون دول هن سائرون راح تروح طبعا طبعا رايح من أجل التغيير دول طبعا طبعا بس دولك بالحج والخير طيبين وداعت شباتك رايح للهم هم مرضاتك رايح للهم هم مرضاتك دول هن سائرون دول هن سائرون نخبة من الناس الطيبين ما بيهم أبدا ما بيهم من ذولاك المشلوعين
تأكد يا عم تأكد. نخبة من الناس الطيبين ما بيهم أبدا ما بيهم. أن أقوله إنني قلق بشأن مستقبل العراق ومستقبل الأجيال الحالية، لا سيما أطفالنا وشبابنا الذين ترعرعوا ونشأوا في بحبوحة الحروب والقتال والصراعات الفئوية والطائفية وما شابه ذلك. لذا أدعو الجيل الصاعد ذوي الآمال الكبيرة والعقول النيرة والمتحررة ممن لا يحبذون العنف ولا التفسخ ولا يريدون جعل العراق قندهاراً ولا جعله شيكاغو، ومن ذوي الإنصاف والاعتدال الوسطي الراقي وأصحاب الحس الوطني المتلألئ، ومن ذوي الحب المتجذر للعراق وأهله ذلك الجيل المتعلم والجيل المتحضر، فنحن لا نريد لهم حقبة كالحقبة التي عشناها، بل نريد لهم مستقبلا يبنونه بجهودهم ويخطونه بأناملهم ويخططون له بعقولهم. صلى على محمد وعلى محمد. طالين الأخوة الورا يعني ما قاعد يكون مجال الصوت هذا القوي. نزيح من خلاله كل فاسد
وكل مال يريد النيل منكم أو من ماضيكم أو حاضركم أو مستقبلكم. هلموا يا نساء العراق إلى مناصرة العراق، ولا سيما وأنتن أمهات المستقبل ونواته، بل أنتن جواهر العراق ولآله الوظاء التي ترصع مستقبل العراق بالعفة والجمال والنشاط والكمال. هلموا يدا بيد لنؤسس لبنة العراق الأولى بأيديكم الشابة الطموحة للخير والسلام الآمنة للحضارة والتكنولوجيا من خلال مشروع ديمقراطي مليوني إصلاحي، لنبعد كل دكتاتور يريد فرض سيطرته وازدياد سطوته، فتكونوا أنتم القادة والسادة من خلال أناملكم البنفسجية وأصواتكم الهادرة. فصوت الشباب أغلى من الذهب، ومستقبل الشباب أغلى من العسجد، والعسجد أيها الأحبة هو الذهب أو الجوهر كله كالدر والياقوت. ثم اعلموا يا فتيان العراق وفتياته، إنه ليس أمامكم إلا أن تتكاملوا علمياً وثقافياً من خلال مدارسكم وجامعاتكم ومؤسساتكم وصروحكم العلمية كافة أولاً، ثم عليكم أن تتضافروا من أجل مستقبلكم، فلا يغرونكم بوعود زائفة ثم يتسلطون عليكم فيهمشونكم ويقصونكم. يظل دمك أمانة برتبة الثوار؟ ها شو تقول؟ ها؟ نعم 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 نعم، هسه أبلغهم وتؤمر صار. تدرون على شو يقول؟ إريد يوصيكم وصيه. نعم ها شو تقول؟ نعم هسه أبلغهم وتؤمر صار. على شليوطي يسلم عليكم حيل ويقلكم يا خوتي وأهلي من تيار، أريداً باكر الكل تنتخب ويصير يوم الانتخاب الدم يوم الثار. خادم نعم 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 هسه أبلغهم وتؤمر صار. على شليوط يسلم عليكم حيل، على شليوط يسلم عليكم حيل ويقلكم يا اخوتي واهل بالتيار، اريدن باكر الكل تنتخب ويصير يوم الانتخاب الدم يوم الثار. يهل يهل ديقار يهل ديقار، ايه منكم والنعم منكم والنعم، ايه والنعم ايه والنعم ايه والنعم ايه والنعم. لا 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 والثلث تنعم، لا والثلث تنعم. بصدور العدة عندكم ألف تذكار، المواقف تنذكر وصار بينا هواي، وبيدك يا شعب بيدك يا شعب بيدك وعند اختار. ولا تنسون لا تنسون اذا ردوا عليكم
شنو؟ شنو؟ ايه؟ كفو. لا تنسون لا تنسون، إذا ردوا عليكم حيل تتندمون، إذا ردوا عليكم شنو؟ إذا ردوا عليكم والله تتندمون. ولا تنسون إذا تبقون واحد يطعن الثاني وعن تخسرون، إذا تبقون واحد يطعن الثاني وعن تخسرون. ولا تنسون إذا ما تنتخب خيال هم تنسى أحزاب الموت وهم يمتع عليكم ويحكم الملعون. إذا ما تنتخب خيال من ذلك هم تنسى أحزاب الموت وهم يرجع عليكم يحكم الملعون. ليش؟ ليش أم الشهيد تموت من الجوع وجنطتها يا أم الثان سعرها يعبر المليون؟ ليش؟ ليش خدمتكم؟ ليش أم الشهيد تموت من الجوع أو جلطتها يا أم؟ 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 أو جلطتها يا أم لسان سعرها يعبر المليون؟ مو كل شيء أخوش إنسان، لا مو كل شيء أخوش إنسان. أكو بيهم وشحة ويحنان الفتلاوي كانوا ويانا. بدون أسباب وما الذي قدموه لكم؟ ماذا جنيتم سوى الحروب والفرقة وفيالق الأيتام والأرامل والعوز والأمراض والماء غير الصالح للشرب وانعدام الأمن وأفواج الشباب العاطل عن العمل وضياع المال العام والقتل بدم بارد من قبل أعداء الإسلام والإنسانية الذين ثبتوا أساساً قوياً للفساد والرشوة والمحسوبية التي لا يمحى أثرها إلا بإعجاز من العلي القدير. لذا أود أن أقسم عليكم بالعراق وما فيه من مقدسات، وأقول لكم أحبتي أن الانتخابات آتية وعليكم أن تحملوا مفتاح الخير، عليكم أن تحملوا مفتاح الخير بيدكم
وبيد عوائلكم الكريمة، وأن لا تنتخبوا إلا من يحمل همومكم ويكرس نفسه لخدمتكم، لأن مصائر الأمم لا تقررها ثرواتها الطبيعية ولا نفوسها الكثيرة، إنما يقررها وعيها وثقافتها وصمودها وإبداعها وإصرارها على النجاح. لأن مصائر الأمم لا تقرر لا بكثرة الثروات ولا بكثرة النفوس، فلا تنتخب الفاشلين إنما انتخب الناجحين. أقسم عليكم بأرض المقدسات أن تستأصلوا الفاسدين وسراق المال العام كما تستأصلوا الأمراض الخبيثة، وليعودوا من حيث أتوا، مع علمنا إنهم أسسوا لهم منتجعات من أموال العراقيين. لكن نقولها: أين فرعون وأين أبو سفيان ومعاوية ويزيد؟ أين الحجاج وبنو العباس؟ أين صدام المقبور؟ أين الطواغيت والسراق؟ أقولها أحبتي، إن نقمة الرب تنزل على كل أمة يحكمها من هو أجرأ الناس في ارتكاب الحرام وهدر المال العام، ثم تكرر تلك الأمة اختيارها له عاما جديد. أذكركم مرة أخرى أيها الشرفاء، أعطوا أصواتكم لأبناء العراق الوصلاء، لمن يسعى لخدمتكم ويبذل نفسه للمطالبة بحقوقكم. عليكم أن تنتهزوا فرصة ذهبية أعطيت لكم بالمجان، ألا وهي فرصة الانتخابات. والآن نقدم لكم تحالف وطني عابر للطائفية، نابذ للمحاصصة، شمولي بتنوعه، يضم نخبة وطنية كفوءة نزيهة تؤمن ببناء دولة المواطنة ودولة المؤسسات. إنه تحالف سائرون. نعم، إنه تحالف سائرون للإصلاح، سائرون لمحاربة الفساد والمفسدين. أيها الأحبة، نود أن نقدم لكم كل الأخوة الزملاء الذين رشحوا في هذا التحالف عن محافظة كربلاء، وهم أولاً رقم واحد الأستاذ نبيل الطرفي ممثلاً عن حزب الاستقامة، اثنين البروفيسور الدكتور رياض المسعودي عن حزب الاستقامة، رقم ثلاثة الأستاذ رائد الفتلاوي عن حزب الاستقامة، أربعة الأستاذة فاطمة عباس كاظم عن حزب الاستقامة، خمسة الأستاذ حيدر محمد محسن آل طعمة عن حزب الاستقامة، الأستاذ اياد حسين نبات الزاملي عن حزب الاستقامة، سبعة الدكتور كريم غمد الفتلاوي عن حزب الاستقامة، ثمانية البروفيسور الدكتورة جنان منصور كاظم الجبوري عن حزب الاستقامة، رقم تسعة الأستاذ عادل حسين العبيدي عن حزب الاستقامة، عشرة الأستاذ إبراهيم فاضل إبراهيم. فاسدين ومنحي الشرعية لمزيد من الدمار والفساد، ونحن دعاة التغيير وغيرنا دعاة التمرير. واليوم ومن هذا الوطن ولتحالفنا تحالف سائرون،
نعلن عن انطلاق ثوره الموقف العراقي السابق. ان العراق للجميع وليس لفئه دون اخرى وليس للاجنبي، فما للعراق يجب ان يعود للعراق، وحكم الشعب بيد الشعب الواعي لمصالحه الحقيقيه. فتحيه الى تحالف السائرون لكل قواه الوطنيه المنضويه تحته، وتحيه اليكم يا رواد الاصلاح وادواته. وبقي علينا ان نضيع اي فرصه او دقيقه في الايام القليله القادمه بان نثقف ونحشد ونحذر من اختيار الوجوه الفاسده، ونؤكد على ان المجرد الفاشل لا يجرى باي حال، فبمقدار ما نجتهد في التوضيح وايصال فكره التغيير للمجتمع، بمقدار ما نجني مكاسب اكبر للعراق وللشعب. فلا بد ان نضع حدا لمسلسل سرقه الثروات وتبديدها واراقه الدم العراقي، ولن يكون العراق باحه للصراع الدولي الخارجي. انتهت عهود المصالح والتلاعب بمخدرات البلاد، وبدا عهد المسيره الشعبيه الوطنيه، والاخذ بزمام الحكم والقرار من العراق. سائرون للتغيير، سائرون للاصلاح، سائرون لمليونيه اصلاحيه انتقاديه تقيح بالفاسدين وتعلي المصلحين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. روي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اياكم وخبراء الثمن. قالوا: يا رسول الله، وما خبراء الثمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوق، اي في المسجد. ونحن في المجال السياسي والانتخابي نقول: اياكم واختيار خبراء الثمن، اي الشخص الجيد ولكنه مرشح في منبت السوق، في منبت الفساد، في تحالف المجربين والذين حكموا العراق لسنوات ولم نرى منهم سوى الدمار والفقر والإرهاب. والله يلقيها نيابة عنه سماحة السيد مظفر البطاط، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. وأنا بانتظار وقفتكم الأخيرة هذه، وأنا بانتظار وقفتكم الأخيرة هذه وثورتكم من خلال صناديق الاقتراع التي يجب أن تكون بأيادي مستقلة أمينة. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ليس من المعيب أن ندقق بتاريخنا أو أن نفتخر به، إلا أن من المعيب التركيز على الماضي ونسيان المستقبل. نعم، إن التوكل على الله يعطيك الأمل بمستقبل زاهر، لكن التوكل غالباً ما يحتاج إلى عمل دؤوب وفاعل لكي يصبغ مستقبلاً باهراً. فمن ماضينا المشرق وإن لم يكن حاضراً جيداً، يمكننا أن نخطط لمستقبل أفضل. ولا ينبغي أن ننظر إلى المستقبل بأفق شخصي والبناء للفرد، دونما أن ننظر للمستقبل الجمعي أو المجتمعي إنجاز التعبير. وأنا هنا لم أنظر طرفة عين لمستقبل الخاص على الإطلاق، لا سيما الدنيوي منه، فنحن آل الصدر معروفون أو معروف عنا
إننا لسنا من المعمرين ولا ممن نتصف بطول العمر، وخصوصاً إن أغلبنا قد خاض غمار المرجعية أو القيادة المجتمعية والسياسية لأجل الفقراء والمظلومين، وهذا من مسببات ما قلنا. إذن فلست هنا لأؤسس لمستقبل لي أو لعائلتي، بل جل ما أريد أن أقوله إنني قلق بشأن مستقبل العراق ومستقبل الأجيال الحالية، لا سيما الأطفال والشباب الذين ترعرعوا ونشأوا في بحبوحة الحروب والقتال والصراعات الفئوية والطائفية وما شابه ذلك. لذا أدعو الجيل الصاعد ذو الآمال الكبيرة والعقول النيرة والمتحررة ممن لا يحببون العنف ولا التفسخ ولا يريدون جعل العراق قندهاراً ولا جعله شيكاغو، ومن ذوي الإنصاف والاعتدال الوسطي الراقي وأصحاب الحس الوطني المتلألئ، ومن ذوي الحب المتجذر للعراق وأهل العراق، ذلك الجيل المتعلم والجيل المتحضر، فنحن لا نريد لهم حقبة كالحقبة التي عشناها، بل نريد لهم مستقبلاً يبنونه بجهودهم ويخطونه بأناملهم ويخططون له بعقولهم، ولسنا إلا عمال نبني لهم كما يشاءون. وكما ورد عن أمين الله علي سلام الله عليه: لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فهلموا يا فتيان العراق وفتياته، ويا شباب العراق وشاباته، ويا رجال العراق ونسائه، هلموا يا ريعان مستقبل العراق ومستهله، ويا قليعة المستقبل ونظارته إلى إنقاذ العراق من خلال صناديق الاقتراع التي سقيت بدماء أبنائكم وآبائكم وأمهاتكم وأجدادكم وأحبائكم وعشائركم. هبوا بكل عنفوان، فمنكم يستلهم كهول العراق وشيوخه النشاط، ومنهم تستلهمون الحكمة والمنطق وحسن التصرف. هلموا يا بنات العراق وبذرته الصالحة إلى مشروع إصلاحي مليوني نزيح من خلاله كل فاسد وكل ظالم أريد النيل منكم أو من ماضيكم أو حاضركم أو مستقبلكم. هلموا يا نساء العراق إلى مناصرة العراق، ولا سيما وأنتن أمهات المستقبل ونواته، بل أنتن جواهر العراق ولآلئه الوضاءة التي ترصع مستقبل العراق بالعفة والجمال والنشاط والكمال. هلموا يداً بيد لنؤسس لبنة العراق الأولى بأياديكم الشابة الطموحة للخير والسلام، الآملة للحضارة والتكنولوجيا، من خلال مشروع ديمقراطي مليوني إصلاحي، لنبعد كل دكتاتور يريد فرض سيطرته وازدياد سطوته، فتكونون أنتم القادة والسادة من خلال أناملكم البنفسجية وأصواتكم الهادرة. فصوت الشباب أغلى من الذهب، ومستقبل الشباب أغلى من الذهب. ثم اعلموا يا فتيان العراق وفتياته، إنه ليس أمامكم إلا أن تتكاملوا علمياً وثقافياً من خلال مدارسكم وجامعاتكم ومؤسساتكم وصروحكم العلمية كافة أولاً،
ثم عليكم أن تتظافروا من أجل مستقبلكم، فلا يغرونكم بوعود زائفة ثم يتسلطوا عليكم فيهمشونكم ويقصونكم وأنتم من يستحق الأخذ بزمام الأمور. فلا نريد أن تكونوا حطباً لنار سياستهم وطائفيتهم فيتسلقوا على دمائكم، ولتكونوا بين قتيل وشهيد ليتربعوا عفواً على كراسيهم العفنة التي ما فتأت تتغافل عن آمالكم ومطالبكم وحقوقكم وتطلعاتكم بالحرية والتطور والرفاهية. فاحذروا وانتبهوا، وإلا فات الأوان. مقتدى محمد الصدر الزعيم الوطني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافرون بمهج تنبض بالهيام، يا وطن ما نرهم احنا بدونك، صايلك كنا وبنات عيونك، الشعب اجمل وطن يردونك، تصفق انت عاقد انت ربك قاعد، هاك عهد المرجله من صباعك، غنى بطني ردد على سماعك، عشق مجنون. سائرون 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 تاج عالراس ليلك كنا حراس، أمان نصير للناس وتغفض عشها للطيور، تهون علينا الجراح نلطش بدربك أرواح، نعوض باليجراح نبدل الظلمة بالنور. سائرون بغاية تشبه ضرته، سائرون نريد نرسم ضحكته، سائرون رئيس عالم سائرون في العراق، نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، أيها الكرام، أيها الشرفاء، أيها الأبطال، إننا اليوم أمام مهمة تاريخية عظيمة تحدد مصير هذا البلد الجليل. إننا أمام تحديات وطنية كبيرة، نأمل أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية. إن مشروعنا الإصلاحي يدعو إلى التغيير الجذري للإتيان بشخصيات وطنية وكفوءة قادرة على الوفاء بوعودها إلى أبناء هذا البلد الجريح. إن تحالفنا تحالف سائرون، التحالف الأكثر تماسكاً والأكثر ثباتاً، وإن شاء الله هو التحالف الأقوى.
إننا نؤكد أن تحالف سائرون الذي ضم في طياته كل ألوان الطيف العراقي الجميل جاء تلبية لدعوات الإصلاح التي نادى بها سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله. أيها الشرفاء، إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كل الجهود الخيرة لإنجاح هذا المشروع الوطني الإصلاحي الكبير. أيها الأخوة، إننا سائرون إلى الإصلاح الشامل، إننا سائرون إلى التغيير الجذري، إننا سائرون إلى الدولة المدنية، إننا سائرون إلى العدالة الاجتماعية، إننا سائرون إلى القرار السياسي العراقي، إننا سائرون إلى سيادة العراق، إننا سائرون إلى أمن واستقرار العراق، إننا سائرون إلى بناء وإعمار العراق. هذه الكلمات نقولها لأولئك الذين اشتركوا وساهموا بخراب ودمار العراق، نقولها لأولئك الذين اشتركوا وساهموا بسفك دماء العراقيين الأبرياء. أيها الأبطال، أيها الشرفاء، إننا عازمون على النجاح وتحقيق الهدف الوطني الكبير. أيها الشرفاء، سيتذكر التاريخ هذه اللحظات، وسيكتب التاريخ بأحرف من نور هذه المواقف الوطنية الصادقة التي تنادي برفع الظلم والحيض عن الفقراء والمحرومين والمستضعفين والمظلومين. إن تحالف سائرون ماض إلى إرساء دعائم دولة قوية، دولة المؤسسات، من خلالكم أيها الشرفاء. إن أهداف تحالف سائرون تتجسد في أمرين مهمين: الأول، بناء دولة قوية يكون العراقيون فيها جميعاً متساوين، لا استعلاء لأحد على أحد، فالكل عراقيون يخدمون دولتهم وشعبهم عبر مواقعهم الرسمية وغير الرسمية لتوظيف كل إمكانات هذه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين كل العراقيين. الأمر الثاني، الإصلاح عبر مشروع وطني كبير ينطلق من معالجة الفساد بأشكاله المختلفة، فالحرب على الفساد والفاسدين لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب. وبما أن الشعب قد انتصر عبر مقاتليه الأبطال نجوم العراق الزاهرة على عصابات داعش الإرهابية في معركة الوجود والشرف والكرامة، فلا بد من الانتصار على عصابات الفساد في معركتنا الحالية، معركة الدولة والشعب والسيادة والنظام والقانون، تحتهما معاناة شعب جريح ضد براهين الفساد وأنياب الفوضى. لذا فإن تحالف سائرون يؤمن أن العمل السياسي المشترك المبني على أسس وطنية تنبذ العنف والطائفية والمحاصصة وخطاب الكراهية والتعصب، وتعمل على القضاء عليها، وتجعل نصف عيونها مصلحة الوطن والقيم العليا في العمل السياسي، والثبات على شمم المبادئ السامية التي تتكسب على سفحها كل أمواج الأزمات والتحندقات، والمصالح الشخصية والحزبية والفئوية الضيقة، وأن محاربة الفساد والفاسدين والقضاء عليه هي معركة العراق الرئيسية، والتي لا بد للشعب فيها أن يندصر. وعلى ضوء هذه الأسس الوطنية يتطلع تحالف سائرون إلى بناء تحالفاته السياسية، وبابه مفتوح لكل التحالفات الوطنية التي تؤمن بكل ما يرفع العراق ويخلع عن نفسها أي ثوب ما عدا العراق الحبيب لا غير. وفي الوقت نفسه يؤكد تحالف سائرون على أن بابه مفتوح لكل الشخصيات الوطنية الكفوءة والنزيهة من التكنوقراط، فإن مشروعه هو العراق
ولا شيء غير العراق. إننا سائرون إلى صناديق التغيير بمليونية إصلاحية انتخابية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغادل وجه الورود يمسح عني الخدود شف الفرحة دمعة سايرون ونحمي الأحلام الشعب سايرون وما يوقفنا التعب سايرون ونحمي الأحلام الشعب سايرون وما يوقفنا التعب يا وطن ما نرهم احنا بدونك صايلك كنا وغلاة عيون الشعب اجمل وطن جينا نحقق احلام شعب مل من الهموم وحق مايا ونخيله حضارات الاصيله الف ليله وليله نخطب بنور النجوم سائرون بشعب هام بموطينا سائرون وعشق ارض مجنينا سائرون بشعب هام بموطينا سائرون عشق أرضا مجنين يا وطن ما نرهم احنا بدونك صايلك كنا ولا تعيون الشعب أجمل وطن يردونك قصة بالكون انت عاقد انت رب بقاعد هاك عهد المرجلة من إصباعك خلنا بضلي أجد على سماعك عشق مجنون سائرون 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 مثله العشق لترابه يحلى بوفانا نخط مسله جنون بعشق الاوطى فجر ليسحر العين شغف قلب المحبين الى زحف الملايين يداوج روح الازمه سائرون نردد انشوده سلام سائرون بمهج تنبض في الهيام سائرون نردد انشودة سلام سائرون بمهج تنبض بالهيام يا وطن ما نرهم احنا بدونك صايلك كنا وغلاة عيونك الشعب اجمل وطن يردونك قصة بالكون انت عاقد انت رب قاعد هاك عهد المرجلة من اصباعك خلنا بضلي اكد على اسماعك عشق مجنون سائرون
اسمك تاج عالراس ليلك كنا حراس امان نصير للناس وتغفض عشها للطيور تهون علينا الجراح نطش بدربك ارواح نعوض باليجراح نبدل الظلمة بالنور سائرون بغاية تشبه ضرته سائرون نريد نرسم ضحكته سائرون بغاية تشبه ضرته سائرون نريد نرسم ضحكته إذن أحبتي المشاهدين كنا معكم وفي تغطية خاصة وعلى الهواء مباشرة للاحتفال المركزي لتحالف سائرون في محافظات الديوانية وكربلاء وذي قار والمثنى.